طيب دلوقتي جت بقى يعني فقره اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين. مراسلتنا منى ابراهيم موجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الخير عليكي، صباح الفل طبعا على كل يعني الجماهير والاعضاء الموجوده في النادي حاليا. عايزين نعرف منك اخر الاخبار، وقولي لنا برده عن الاجواء عندك، ولو حابه برده تعرفينا كده الطقس اخباره ايه، يعني حابين ان احنا نعرف منك. اتفضلي. صباح الخير عليك يا نهوان، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد من 10 الصبح في الأهلي، يبقى أكيد كمان أخبار رياضية أهلاوية جديدة. يعني خليني بس أقول لكم إن أنا دلوقتي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، درجة الحرارة 10، ولكن ده يمكن ما منعش عدد كبير من أعضاء النادي إن هم يبقوا موجودين من الساعات الأولى. يعني منذ دخولي للنادي هنا من البوابة ولاحظت إن في عدد كبير من أعضاء النادي، يعني على الرغم من إن في رياح شديدة والجو كمان بارد، لكن يعني في عدد يعتبر كبير من اعضاء النادي الاهلي موجودين دلوقتي. كمان كان في سيوله مروريه كبيره، يعني وانا جايه في الطريق كان في سيوله مروريه جيده في الاماكن المحيطه بالنادي الاهلي. خلونا بقى نبتدي اخبارنا النهارده والفريق، والبدايه بفريق الاول لكره القدم بقياده طبعا مستر بيتسو موسيماني، واللي ادالهم راحه سلبيه بعد لقاء سان داونز الاخير لمده 48 ساعه، وهيعود الفريق مره ثانيه لتدريباته ان شاء الله بكره على ملعب مختار التتش استعدادا للقاء المريخ السوداني يوم الجمعه المقبله ان شاء الله. كمان يعني الجهاز الطبي منتظر نتيجه الاشعه اللي اجريها كريم فؤاد للاطمئنان على حالته الطبيه بعد شكواه بعد ما خد كدمه في العضله الاماميه. كمان محمد هاني هيجري كشف طبي لسه نتيجته مش يعني ما اعلنتش، بعد ما اشتكى بشد في العضله الضمه. خلونا بقى استكمالا لباقي اخبارنا والفرق الرياضيه المختلفه، او يعني تحديدا صالات النادي الاهلي، والحقيقه ان هو اسبوع حافل بالمنافسه بين النادي الاهلي والنادي الزمالك تحديدا. خلونا نبتدي بفريق الاول لكره السله رجال، وبعد مكسبهم في مباراة نصف نهائي كاس مصر على نادي الزمالك بنتيجة 77-67، وتأهلهم للدور النهائي من بطولة كاس مصر اللي هتتلعب النهاردة إن شاء الله. المباراة هتبقى على صالة الدكتور حسن مصطفى مع نادي الاتحاد السكندري. الفريق كان استعد بشكل كبير جدا، والجهاز الفني كمان بقيادة مستر أوجستي إيبوش المدرب أو المدير الفني الأسباني للفريق استعد بشكل قوي. بعد مباراة نصف النهائي دخل الفريق إلى معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من ملعب المباراة أو صالة المباراة، صالة دكتور حسن مصطفى، علشان يستعد بشكل قوي، خصوصا أنه كان الفترة الأخيرة في توقف للمباريات، في توقف للتدريبات، وعاد بعدها فريق النادي الأهلي علشان يواصل استعداداته ويواصل بطولة كاس مصر اللي هي بتكون مكونة من عدد ماتشات قليلة، لكن بتحسم لقب وبطولة في الآخر. يعني النهارده عايزه اقول لكم انه كمان الاستوديو التحليلي هيبقى على شاشه قناه النادي الاهلي 7:30 مساء ان شاء الله، وهتنطلق المباراه مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي 8:30 مساء ان شاء الله. اما رجال الطايره واجهوا امس نادي الزمالك ايضا في الجوله 7 والاخيره من البطوله او المرحله الترتيبيه من بطوله الدوري. المباراه انتهت لصالح الماسترز او رجال كره الطايره بنتيجه 3-0. جاءت نتيجه الاشواط 25-21، 25-12 و25-19. يعني حابه طبعا اقول لكل جمهور 10 الصبح في الاهلي ان ده الفوز 26، الفوز رقم 26 متتالي لرجال كره الطايره، واللي هيواجهوا هليوبلس في المباراه القادمه في الدور الثمانيه بنظام مباريات بيست اوف 3. اما سيدات الطايره النهارده هيواجهوا نادي الزمالك برضو ان شاء الله على صاله الشهداء داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي هنا بالجزيره الساعه 8 مساء ان شاء الله ضمن منافسات بطوله الدوري. حابه اقول لكل جمهور 10 الصبح في الاهلي انه فتيات الذهب متربعان على صداره الترتيب حتى الان. استكمالا بقى لباقي اخبار الفرق الرياضيه بالنادي الاهلي وقطاع كره اليد بالنادي الاهلي وسيدات اليد اللي كانوا في اجازه لمده 24 ساعه بعد اخر مباراه فازوا بيها على نادي الزمالك بنتيجه 35-17، هيعودوا النهارده لاستئناف تدريباتهم بشكل طبيعي مره ثانيه على صاله الامير عبد الله الفيصل استعدادا لمواجهه نادي الطيران يوم الجمعه المقبله.
واخيرا رجال كره اليد وكابتن ياسر لبيب اللي بيبحث تشكيل الجهاز الجديد بعد ما اسند لمجلس اداره النادي الاهلي رئاسه جهاز كره اليد بالنادي، ووجه الشكر لكابتن طارق محروس وجهازه المعاون. يعني طبعا احنا عارفين انه النادي الاهلي بينتظر المشاركه في الدوره المجمعه الثانيه لنهائيات الدوري واللي هتبدا يوم 29 مارس الجاري ان شاء الله. حابه اقول لكل او افكر مشاهدينا انه الاهلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط ونصف بعد نادي الزمالك اللي في المركز الاول برصيد 10 نقاط. يعني انا هواندو يا كريم، دي كانت كل اخبارنا من داخل المقر الرئيسي بالنادي الاهلي بالجزيره. انا موجوده معاكم لو في اي اسئله ثانيه، والكلمه تعود اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. شكرا جدا اكيد انا وكريم يا منى على هذه التغطيه. واضح من الكاميرا كده الباك جراوند اللي فعلا لحظة. الجو مش افضل طبعًا. شيء يمكن فيش شمس، بس ده كانت برضو توقعات اللي احنا كنا قلناها مع دكتور محمود هو كان حذرنا. درجه حراره 10 كانت بتقول وقت ما هي دخلت النادي عشان تعمل التقرير كانت درجه الحراره 10. لا الجو فعلا برد حتى واحنا نازلين الصبح برضو طبعًا. وامبارح بالليل كان ثلج بالليل، امبارح بالليل كان قصه ثانيه. لا صحيح. بس حلو بقى دي التشطيب، نرجع ونقول دي التشطيب بتاعت الشتاء. كل سنه وكل حضراتكم طيبين.